عند انتصاف ظهيرة كل يوم في مدينة بيت لحم ومع دقات أجراس الكنيسة تضاء الشموع لتبدأ الدورة اليومية للرهبان الفرنسيسكان بإيمان وخشوع، فيسيرون معا جماعة واحدة من كنيسة سانتا كاترينا مرورا بعدة محطات حتى الوصول إلى مغارة المهد. المزيد في تقرير مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. عند انتصاف كل نهار تقرع أجراس الكنيسة لتضاء الشموع وتبدأ الصلوات والتأملات والتراتيل، ودورة يومية تقام للأباء الفرنسيسكان تبدأ من كنيسة سانتا كاترينا في بيت لحم وتنتهي بمغارة الأطفال الشهداء. هذه الدورة تبدأ بكل خشوع للمسير نحو مغارة الميلاد للأباء الفرنسيسكان والراهبات، حاملين الشموع المضيئة، مرتلين ترانيم وصلوات الحدث في كل موقع من هذه الأماكن المقدسة، ومن خلالها تحيي المكان ذاته. وعند النزول للمغارة حيث المذود والنجمة تبدأ الصلوات والتأملات والتراتيل الخاصة بميلاد الطفل يسوع له المجد، حيث يتم تبخير المغارة وإعطاء البركة، لتتواصل الدورة عبر باب ضيق يؤدي إلى مغارة الأطفال الشهداء، لتبدأ الصلوات الخاصة بهذه الأماكن مثل مغارة القديس جيروم وهيكل مار يوسف والأطفال الشهداء. هذه الدورة اليومية هي دورة تعبد وصلاة للعالم أجمع، من صلي لهم في هذه الأماكن المقدسة. بنفس الوقت هي كمان بتخص نظام الستاتس كوو. الستاتس كوو هو النظام اللي انوجد حتى يحافظ على الأماكن والخدمة في الأماكن بين الكنائس المختلفة الموجودة، الكنيسة الروم الأرثوذكس وكنيسة الأرمن الأرثوذكس وكنيسة اللاتينية. إذا كل واحد حتى يحافظ على دوره وعلى حقه في الصلاة في هذا المكان ويحييه من واجبه إنه يصلي ويحافظ على هاي الصلوات اليومية اللي كمان فيها قداس صباحا وفجرا، قداسين لكل كنيسة من هاي الكنائس. وهذه الدورة لازم كل يوم أنا أجي عليها، لأنه في إشي بحسني من جواتي، إذا ما باجي بحس في إشي غلط فيه، فكل يوم أنا متواجد فيها. اللي 25 سنة باجي على الدورة يوم 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 بكون متواجد فيها. هو نظام الستاتيكوس، نظام للمحافظة على كل كنيسة من كنائس الرومي والأرمني الأرثوذكس وكنيسة اللاتين، حيث يقام قداسان يوميا لكل كنيسة للحفاظ على دورها وحقها في المكان. هي دورة تعبد وصلاة من هذا المكان المقدس في الأراضي المقدسة للعالم أجمع. لنورسات مارلين الحدوى من كنيسة المهد بيت لحم.